وينضم إلينا مرة أخرى من الإسكندرية الفريق مهام ميش مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ البحرية. سيادة الفريق أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم. كنت سألتك قبل قليل ولكن للأسف كان الصوت غير واضح. تحقيق تبدأه قناة السويس حول ما جرى لهذه السفينة الجانحة في القناة، ما تفاصيل هذا التحقيق ومتى نتوقع نتيجة لهذا التحقيق؟ أنا أعتقد التحقيق هيبدأ يعني على طول، يعني وهيتم الحصول على بعد استئذان بقى وكيل السفينة وقائد السفينة على الصندوق الأسود بتاع السفينة. نعم. ويبدأ تحليل بقى الحدث من أول ما تحركت المركب عشان تدخل قناة السويس. نعم. تسجيل صوتي للأوامر اللي تم إعطائها وتسجيل حركات الدفة وحركات المكن والإشارات وكل حاجة بحيث يتم التحليل عشان نصل إلى إيه السبب. التحليل ده لازم النيابة تأمر بيه. نعم. تأمر بيه. لك. نعم. لازم يحضروا الطرفين، طرف السفينة وطرف قناة السويس. حددتم عدد المحققين وأطراف التحقيق الآن؟ لا، لسه لغاية دلوقتي في اختلاف على مبدأ التحقيق نفسه، يعني أعتقد كده. وطبعا ده عادي جدا، ده حصل في الأول إن بيحاولوا الأول يتم التخارج بدون محاكم وحاجات من كده مع التوكيل، وبعدين لما وصلوش لحلول سلمية كده بيبدأ يخش مع بعض في إيه القضية بقى. وده أداء قانون بحري وله ناس متخصصة فيه. نعم. علشان القرار يطلع صح لازم بيسمع طرف السفينة وطرف القناة ويسمع أقوال قائد السفينة والمرشد ويشوف الصندوق الأسود عشان يفت في الآخر يقول الخطأ فيه. نعم. من الآن معروف أن قائد السفينة هو اللي بيتحمل تأمين إبحار السفينة داخل قناة السويس وليس المرشد الخاص بقناة السويس. نعم. بالتالي يبدأ بقى جيل بين الطرفين، يا إما يكملوا المحاكمة يا إما في تعويضات بين الطرف ده للطرف ده ومن الطرف ده للطرف ده، وأنا أعتقد ده اللي هيتم، ويتم بقى إصدار أمر بتحرير السفينة أو خروج السفينة من قناة السويس. جميل، سنعود إلى نقطة التعويضات، ولكن قبل ذلك السفينة إلى غاية الآن متوقفة في قناة السويس، لن تغادر إلا بعد نهاية التحقيق، هكذا يقال في قناة السويس أو المسؤولين في قناة السويس. هل ترون تجاوبا من مالكي السفينة؟ مالك السفينة طبعا هو للأمانة في تأمين على السفينة، تمام، اللي بيتولى الدفع والحاجات دي شركة التأمين. نعم. شركة التأمين دي هم محاميين، هم اللي يجوا ايه يحضروا ويدافعوا عن الوضع طبعا عشان يقللوا المدارج اللي هتدفع وكده. نعم. الكلام ده بياخد له مثلا ممكن ياخد له اسبوعين، ممكن ياخد ثلاثة، لكن السفينة ما بتتحركش غير بعد ما يصدر قرار النيابة بالإفراج عن السفينة. نعم. خسائر مصر من توقف السفينة في أفر جيفن في قناة السويس لمدة 6 أيام تقدر بمليار دولار، هذا بحسب رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع. هل هذا الرقم نهائي وما هي هذه الخسائر؟ لا طبعا دي حاجة تقديرية لقناة السويس، لكن أعتقد المليار دول فيهم تكلفة تعويم السفينة كمان من القاطرات والكركات واعمال المجموعات اللي كانت بتشتغل عشان تعويم السفينه، يعني الاوبريشن كلها مطلوب تعويض مليار اعتقد كده، مش القطر ولا البتاع، لا ده كل الاعمال اللي تمت عشان انقاذ السفينه. من يدفع مليار دولار؟ ملاك السفينه ام شركه التامين ام اي اطراف؟ شركه التامين بتاعت السفينه، بتاعت ملك السفينه. نعم. نعم. هل هناك رغبة مصرية الآن بعد هذا الحادث في توسيع قناة السويس أو إحداث أي تغييرات أو البحث عن ممر مائي جديد
إن كانت الجغرافيا المصرية والجغرافيا في المنطقة تسمح بذلك؟ سيادة الفريق، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالتأكيد من سيادة الفريق. سيادة الفريق، سيادة الفريق، لا أعلم إن كان سيادة الفريق يسمعني. سيادة الفريق، كنت أسألك عن أن ثمة بعض الأصوات التي تقول أن على مصر أن توسع قناة السويس، أو على كل المجتمع الدولي أن يبحث عن قنوات جديدة وممرات مائية جديدة. هل تفكر مصر في ذلك، في توسيع قناة السويس؟ سيادة الفريق، برضه ماشي الكونفوي في قناه، برضه احتمالات التصادم والحاجات دي مش صغير، كبير. لو نعم اسمعك سياده الفريق. يعني حقيقه لم نسمع الاجابه، كنت اسالك عن ان ثمه مطالبات بتوسيع قناه السويس لتفادي هكذا حوادث في القريب. هل هناك توجه مصري لتوسيع القناة أو للبحث عن ممرات مائية بديلة؟ لا، حتى اللحظة دي مفيش توجه، لكن ممر بديل ليه إذا كانت قناة السويس بتؤدي الغرض، والحادثة دي حادثة نادرة، فطبعا تكلفة إن أنا أوسع تكلفة كبيرة جدا، لكن لغاية دلوقتي الملاحة آمنة في قناة السويس وهتبقى آمنة في الفترة الجاية. الحادثة دي حاجة طارئة. نعم. يعني أنا شايف إن إحنا ندرس الحادثة تماما، قد يكون السبب حاجة تانية خالص إحنا ما نعرفهاش، علشان نتفادى هذا السبب مرة تانية. نعم. نبدأ على طول بالفكر في توسيع قناة السويس يعني. نعم، ولكن سيادة المستشار تعلم بأن هذه الحادثة أظهرت طموح عنه، أظهرت كذلك شهية من بعض الدول مثل روسيا للبحث عن ممرات بديلة والحديث عن أرباح اقتصادية لها. كيف تابعتم كل تلك الطروحات من هذه الدول، وهل هي ممكنة؟ قناة قطبية في روسيا في 6 أشهر متجمدة تماما. نعم. تمام. وفي 6 أشهر بتعمل 4 شهور وفي 2 شهر مجمدين. مين اللي هو مستثمر هيرضى انه يوقف السفن بتاعته لمده 6 شهور عشان القناه مجمده؟ يخسر خساره جباره. تمام؟ نعم. ال 4 أشهر التانيين هيشتغل بسكيمر قدامه بحاجه مكسرات للتلج تمشي قدام السفينه او تتركب في السفينه. عمليه معقده يعني، وعمليه مش اقتصاديه. بعيدا عن روسيا، إسرائيل كذلك هناك حديث عن البحث عن ممر مائي بديل، وهناك حديث كذلك عن أن الممر يكون على الحدود المصرية الإسرائيلية. لا، أنا هقول لك حاجة، لا غنى عن قناة السويس. قناة السويس من الشمال، من الشرق الغرب، يعني عايز أقول لك حاجة، بتعبر في 11 ساعة. نعم. طبعا 11 ساعة والجو دايما جو مناسب جدا، وقناة أمينة تماما، والعمق دلوقتي 24 متر، وتتعامل مع السفن العملاقة. وإن حادثة حصلت مش معنى كده إن أنا أعمل قناة جديدة أو ألغي القناة دي، لا، أفكر في إيه أسباب الحادثة وإن أنا أتفادى بعد كده حدوث مثل هذه الحادثة. نعم، ومن يحمل الحلول. نعم، ومن يحمل الجهات المصرية بعض المسؤولية ويقول أنها لا تملك التجهيزات الكافية واللازمة لتفادي تكرار هكذا حوادث، كيف تردون عليهم؟ أرد أقول أن سيادة الرئيس راح قناة السويس أمر بأن احنا نشتري قطارات جديدة وكراكات جديدة، علشان طبعا ما نستعينش بأي حد في الشد، لكن لازم قناة السويس تمتلك قوة شد تتمشى معها التطور اللي حصل في بناء السفن وبناء سفن عملاقة، علشان يبقى يعني ابني في ايدي ما بلجأش لأي حد، خلاص خطرها عندي، وده اللي هيحصل اعتقد في الايام اللي جاية. نعم.
في سؤال أخير حقيقة متداول كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح لرئيس هيئة قناة السويس قال إن السفينة علقت لمدة 6 أيام قبل تعويمها، وهذا أمر مهم جدا وإنجاز كبير للمصريين، وأن من المفترض في حالات مثل هذه في بلدان أخرى ربما تعلق السفينة لمدة 3 أشهر، ما يعني بأن هذا الحادث سيدخل مصر في موسوعة جينيس. تصريح إعلامي أم ثمة جدية في هذا الحديث؟ طبعا يعني السفينة توفيق من ربنا سبحانه وتعالى طلعت في أسرع وقت ممكن، وده جهد رجال قناة السويس على رأسهم رئيس هيئة قناة السويس. تمام؟ نعم. في سفن ممكن جدا تقعد شهر واثنين وثلاثة. نعم. لكن بالدراسة ودراسة الموقف والمد والجزر وحركة المياه والطائرات البحرية في المنطقة وطبيعة التربة اللي شحطة فيها السفينة والطائرات البحرية وقوات الشد اللي عندي، وأقدر أقعد مع مجموعة عمليات كده. ومسألة الموسوعة باختصار شديد سيادة الفريق، موسوعة إيه؟ هو تحدث عن دخول مصر في إلى موسوعة جينيس بعد هذا الحادث، باختصار شديد من فضلك. علشان معدل الإنقاذ بالضبط وقدرة إنجازه لتعويم هذه السفينة في 6 أيام فقط، أو قدرتها على حجم كبير جدا. 224,000 طن وعليها حوالي 18-19,000 حاوية، ودخلة بسرعة 12 عقدة في الصخر والطوب، فطبعا عملية يعني رائعة أنها تنقذ في هذا الوقت. نعم. من الإسكندرية كنت معنا الفريق مهام ميش مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، شكرا جزيلا لك.